لحد هاي اللحظة رجع لك ما لقوا لكان. ووضع مرتي كمان صاير كتير. هذا اللي أنت عم تفكر فيه مستحيل إنه يصير ساتش. بس كل شيء له علاقة بمصلحة بونام مسموح يصير هون؟ ما حدا بده يفكر فينا؟ يمكن أنا ما بكون بهمك كتير، بس بالنسبة إلي ولادي كتير بهموني. أنت بتعرف إنه هدول الأولاد هنن أحفادي وكل حياتي. وأنا شو؟ يعني هنن بيعنوا لك وأنا ما بعني لك؟ اسمح لي أحكي بابا، أنا بعرف كيف أحمي أولادي وأحمي حقوقهم كمان وما خلي حدا يقرب عليهم. وأنا اللي بدي أقوله إنه إذا كان في أبين وكل واحد منهم بفكر بطريقة مختلفة بخصوص واجباتهم تجاه أولادهم، ما بيقدروا يعيشوا تحت سقف واحد، ولازم تنتهي علاقتهم. ما في داعي لهذا الحكي ساتش. بابا، ما في فايدة من السدية اللي بتبنيه وقت اللي بيصير الفيضان. لازم نستنى المي لتخف وبعدين منبنيه. سيد فولان، بتمنى ما تفهمني غلط. بترجاك تسمعني وتتفهم كلامي. أنا ما بدي أعرض حياة طفلين للخطر. أنتوا اتنين بتعرفوا كتير منيح شو هو شرط لاكان. هو عم بيطالب ببونام مقابل إنه يرجع الأولاد. أنتوا مستعدين هلأ تنفذوا هالاتفاقية؟ رفعوا علم أحمر بقصر فولان ثاكور. الظاهر إنه قبلوا بشرطك بسرعة يا معلم لاكان. ماشي. اتركني اتركني. اتركونا خلاص. اتركونا اتركونا. روح بدنا نروح لعند أمي. اتركونا. إذا جدي بيعرف باللي صار ما رح يرحمكم منوب. هاي اسكتوا. شوفوا عمي اجا مشاننا. عمي هدول الناس كتير عم يزعجونا ويضايقونا كمان. ايه عمي كتير منيح انك اجيت، بترجاك خدنا على البيت. انا قلتلكن سكتوا. مو انت بتحبنا؟ ليش عم بتبهدلنا وعم بتعيط علينا؟ اذا لسه بتحكوا حرف واحد بعد هلأ انا رح اضربكن.